أهلا وسهلا بكم في قناة وسترس، معكم عبد الله في مراجعة الحلقة الخامسة من جيم ثرونز، الموسم الثامن والأخير بعنوان الأجراس. أولا أنا عندي عنوان بديل للحلقة أسميها بين الملكة الطاغية وملكة الرماد. بس قبل أن أبدأ المراجعة حابين نعلمكم عن حسابنا في باتريون اللي حاب يدعمنا لتطوير القناة وتطوير محتوى القناة. الدعم غير إجباري إطلاقا، وكذلك توجد حوافز مقابل دعمك، الرابط تجدونه بالأسفل. In the Citadel, we lead different lives for different reasons. We are this world's memory, Samuel Tarly. Without us, men would be little better than dogs. Don't remember any meal but the last. Can't see forward to any but the next. And every time you leave the house and shut the door, they howl like you're gone forever. بداية الحلقة مع فارس العنكبوت، اللي ظهوره في هذه الحلقة ذكرنا بأول المواسم من Game of Thrones. ظهوره كان جدا ممتاز والكتابة جدا جيدة في أحداثه في هذه الحلقة. شفناه وهو يكتب الرسائل لوردات الممالك السبع اللي يخبرهم بهوية إيغون تارجاريان اللي هو جون سنو. والعمل هذا خيانة لدينيرس، لأنه هو يؤمن أن دينيرس ما هي بالأحق بالحكم وأن جون أفضل منها. شفناه كيف يتعامل مع العصافير الصغار اللي هم جواسيس فارس، وكيف يزرع ويغسل مخهم منذ الصغر ويخليهم موالين له. طبعا اللي نعرفه فارس بالمسلسل أنه يقول أنه يخدم الشعب ويخدم مواطنين وسترس بشكل عام، وأنه هذا هدفه الأول والأخير. طبعا بالرواية يختلف الموضوع وأكثر تعقيدا، لكن بالمسلسل شفنا أنه ملتزم بالشيء ذا، مع أنه ما يعتبر مبرر أنه يخون الملوك ويخون دينيرس. وشفناه أول ما جاء جون سنو إلى دراغونستون صارح جون وقال له أنك أنت الملك الأحق، لكن جون رفض نهائيا لأنه أصلا ما يبي الحكم وهو موالي لدينيرس. وبعدها بعد ما علم دينيرس خيانة فارس كان مستعد وكان ينتظر اللحظة، تجهز واخذوه الجنود بكل هدوء وما قاوم. بعد ما واجه دينيرس ما أنكر الخيانة وكان يقول جملة جميلة جدا صراحة، أتمنى أني مخطئ. حتى هو قبل لا يموت بلحظات يعني ودع الصديق القديم اللي هو تيريان، اتهمته نار التنين. أنا أشوف حكم الإعدام مستحق مهما كانت الأسباب، لأن دينيرس بالسابق قالت له إذا خنتني بعدمك، وهي التزمت بكلامه. لذلك أنا أشوف أنه كان يستحق الإعدام، وهذه ما بأول خيانة الفرس. بعدها شفنا نقاش تيريان ودينيرس، وشفنا تيريان يترجى دينيرس كالمعتاد أنه ما تحرق كينجز لاندينج. وبالحقيقة يبدو أن تيريان هو الوحيد اللي كان يعرف خطر التنين الحقيقي على العاصمة، لذلك كان يحذر أكثر من مرة، مو علشان يبي سيرسي فقط تنجو، لأن هذا يخالف شخصية تيريان، لأنه مفروض أنه يكره سيرسي لأقصى درجة، لكن هو همه الأول والأخير مواطنين كينجز لاندينج، لأنه يعرف شلون بتصير المجزرة اقتحمت الجيوش كينجز لاندينج. لكن شفنا دينيرس قالت له إذا سمعنا الأجراس بنوقف المعركة، لكن دينيرس قالت لتيريان قبل لا يطلع من القاعة إذا أخطأت مرة ثانية ستكون الأخيرة، بمعنات أنه ستعدمه. وهذه من اللمحات عن جنون دينيرس. الكتاب يوضحون أشياء ذي بشكل طفيف وغير واضح من بداية الحلقة. بعد شفنا تيريان يتكلم مع جيمي ودار بينهم حوار جميل جدا صراحة ومؤثر بين الأخوين، لأن تيريان كان عاش معاناة في طفولته من سيرسي ومن تايوين لانيستر اللي كانوا يكرهونه بشدة، وما كان يقف بجنبه إلا جيمي، كلهم يحترمون ويحبون بعض. وبالفعل شفنا أن تيريان أقنع جيمي أنه يتكلم مع سيرسي ويقنعه بأنه تستسلم، ووعده جيمي بذلك. بعد ننتقل إلى سكان كينجز لاندينج وجنود اللانستر. صراحة المشاهد بينهم كانت بغاية الإبداع، شوف خوف المواطنين وكأنهم يعرفون الخطر القادم، يسمعون القصص عن خطر التنانين وكيف تحرق المدن والبشر، وجنود الجولدن كامباني يتجهون إلى خارج المدينة بتكتيك غريب أشوفه كثير بالمسلسل يتكرر صراحة. مع المواطنين اللي يتجهون إلى الريد كيب شفنا آريا المتخفية مع الهاوند اللي رايحين مهمة الاغتيال، وكذلك جيمي لكن ما تمكن من العبور وراح يدور طريق آخر. بعد ذلك نشوف ظهور التنين أو انسلال التنين من السماء، وهذا أول مشهد نشوف قوة التنانين الحقيقية، وأنا أعجبني المشهد جدا صراحة لأنه يصور قوة التنانين. التنانين كذا قوية بالرواية، دائم تغير مجرى المعركة حتى لو كان تنين واحد. كذلك أحرق قلاع دورن الواحدة تلو الأخرى بالحرب ضد دورن اللي كانت أكثر القلاع مجهزة بأسهم سكوربيانز، لكن التنانين هذه قوتها الحقيقية، صعب إنك تقتل التنين بسهم. لكن صراحة العيب من الكتاب اللي يظهروا عدد كبير جدا من الأسهم مبالغ فيه، وكذلك ما ظهروا قوة التنانين الحقيقية بالحلقات الماضية، لذلك يصير في تناقض بين هذا المشهد والمشاهد الماضية. لكن بشكل عام مثل ما ذكرت هذه هي قوة التنانين الحقيقية. شفنا دراغون دمر سفن غري جوي الواحدة تلو الأخرى، ودمر الأسهم فوق أسوار كينجز لاندينج بمشهد أكثر من رائع. بعد ذلك فجر بوابة ودمر جزء من جنود الجولدن كامباني.
وسقط من الانفجار قائدهم هاري سكيتلند. صراحة ظهور جولدن كامبري بالحلقة مخزي جدا، سمعنا كثير عنهم انهم اقوى المرتزقة سواء بالمسلسل او بالكتاب، لكنهم ما سووا اي شيء صراحة يذكر بالحلقة، انتهوا بشكل سريع جدا. حتى لو مات قائدهم ببداية المفروض يصير بعض المقاومة على الاقل، لكن للأسف ظهور جولدن كامبري من اكبر السلبيات بالحلقة صراحة. بعد هزيمة جولدن كامبري السريعة اجتاحت جيوش ستارك والترجيريان كينجز لاندينج بقيادة الدوثراكي. جنود اللانستر ما قاوموا، انا ما سميها معركة سميها اجتياح، جنود اللانستر ما ظهروا اي مقاومة، لكن مشهد الاقتحام والدخول تصويريا كان رائع جدا، تحرك الكاميرا واللقطات مع التنين والناس وهم يهربون جدا جميلة. ينتقل المشهد بعد ذلك الى الريد كيب، نشوف كايبرن يخبر سيرسي بالاخبار اللي ما زالت متعلقة بالامل، تتكلم عن اسهم سكوربيان ويخبرها انها تدمرت وسفن الجريجوي احترقت وتدمرت البوابة وسقط الجولدن كامباني، لكن لا زالت سيرسي صامدة بكبرياء اللانستر في الريد كيب. بعدها نشوف تيريان يمشي بين جثث اللانستر للمرة الثانية بعد معركة غنائم الحرب، ويظهر بعض مشاهد الحزن والندم، ونشوفه بلقطة اخراجية ممتازة ينظر الى الجراس وكأنه يتمنى ان تطرق عشان تنتهي الحرب وتتوقف المعركة. بالفعل نسمع حتى المواطنين يبادلون تيريان نفس المشاعر، نسمع الصرخات تصل الى الريد كيب، اطرقوا الاجراس الاجراس، كل يتمنى ان تنتهي المعركة، الجميع استسلموا سواء المواطنين او حتى جنود اللانستر، وتوقفت المعركة مؤقتا، شعروا بلحظات من السلم وحتى شعروا بالامل بعد ما سمعوا صوت الاجراس. بالفعل كادت ان تنتهي المعركة بنهاية نظيفة، لكن شاهدنا دينيريس تارجاريان وليدة العاصفة تشاهد الريد كيب كأنها تقول لسيرسي هذا عملك، وانطلقت بمشهد غريب صراحة وغير متوقع نهائيا بالنسبة للكثير. أنا تنبأت بالمقطع الماضي أن دينيريس متجهة للجنون، لكن ما توقعت إلى هذه الدرجة، تحولت دينيريس رسميا إلى الملكة المجنونة وبدأت بإحراق كينجز لاندينج، سوى المباني أو الجنود الأطفال أو النساء، نار التنين لا تميز، جميعهم ضحايا. بعدها شفنا غري وورم اللي هو حزين لما حصل لحبيبته مساندي، بدأ بالهجوم واللقطة بقمة الغدر ما فيها أي من علامات الشرف، والأمر بالأساس كان من الملكة دينيريس تارجاريان، لأنه أصلا من الأساس الأنسلد هم عبيد محررين والدوثراكي يحبون نهب وسلب واستعباد المهزومين، ذلك أكيد مهم ممانعين أصلا، بل بالعكس ممكن بعض منهم فرح بالشيء ذا. لكن شفنا بعض الصيماليين ما تدخلوا بعد ما صرخ جون سنو، لكن بعضهم شارك بالقتل، شفنا جون وهو يصرخ يحاول أنهم يتوقفون، ويقال بالرواية عندما تبدأ المعارك يتحول بعض الرجال إلى وحوش، وهذا اللي شفناه بكينجز لاندينج. الترجيريان بقيادة دينيريس دفعوا نفس عملة اللانستر يوم اقتحم تايوين لانستر بعد ما استسلمت المدينة كينجز لاندينج ونهب وسلب المدينة. طبعا هذا ما هو مبرر نهائيا على الشيء اللي تسويه دينيريس، خاصة انها تملك تنين وقوته مدمرة باضعاف من جنود عاديين، لانها اذا كانت الملكة الاحق والملكة العادلة ما تبدأ حكمها بقتل مواطنين كينجز لاندينج، الاف من الابرياء والكبار والنساء بتصرف بغاية القسوة وبلا اي شرف وبلا اي شرف او انسانية. وصار اللي توقعه فارس بالبداية، ذلك اللي سواه فارس ما كان من فراغ، هو تنبأ وقرأ شخصية دينيريس وعرف انها بتكون ملكة مجنونة، وهذا المعروف ان بعض حكام التارجاريان يكون عليهم علامات الجنون ويظهرون بعض من القسوة، مثل ميغور القاسي وايريس تارجاريان الملك المجنون، والحين للأسف دينيريس تارجاريان الملكة المجنونة او ملكة الرماد. الاخراج للمشاهد كانت رائعة جدا، توصل المشاعر، شوف الناس كيف خائفين، الناس والجنود وحتى بعض جيش دينيريس وحلفائها أنفسهم مثل جون سنو اللي كان مستغرب ومتفاجئ من تصرف دينيريس. حتى تيريان نفسه بعد ما شاف الناس وهم يحترقون من بعيد ويشوف التنين وهو يحرق الأخضر واليابس، عرف أن كلام فارس هو الصحيح بخصوص دينيريس، والتنين وهو يحلق فوق كينجز لاندينج ويحرقه هي نفس الرؤية اللي شافها بران في المواسم السابقة. أما المشهد في الريد كيب وسيرسي تشاهد كينجز لاندينج وهي تحترق كأنها تشاهد حكمها وهو يحترق، المشهد تمثيليا رائع جدا لشخصية سيرسي، بدأ الخوف يتسلل لها، كأننا نشوف شعورها يوم قبضوا عليها أتباع الهاي سبارو. بعدها نشوف القتال بين جيمي ويورن غريجوي، صراحة المشهد ما عجبني كامل، يعني لا القتال ولا شخصية يورن غريجوي، يبي يقتل جيمي عشان يودي رأسه دينيريس، سبب غير مقنع، يعني دينيريس قاعدة تحرق المدينة الحين، يعني توقعت تقتنع إذا جبت رأس جيمي وتعفو عنك بكل بساطة. على العموم بعد ما دار القتال بينهم جيمي استطاع انه يهزم بشكل غريب يورن، مع ان يورن اعطاه ضربات قاتلة، وانطلق الى سيرسي، ونشوف سيرسي بلحظات ضعف بعد ما فقدت الامل تقريبا، وتتوجه مع كايبرن الخادم المخلص حتى النهاية الى قلعة ميغر.
مشهد الهاوند واريا أقدر أقول مشهد جميل ما هو بجميل بنفس الوقت. تمثيليا كان رهيب وكتابيا برضه، لكن ما هو بلايق على شخصية أريا اللي عاشت كل حياتها عشان الانتقام. ما هو الانتقام من النايت كينج، انتقام من سيرسي، لكن اقتلعت بكلام الهاوند اللي كان منطقي صراحة. قال أنت لا تريدين الانتقام، لا تريدين أن تكوني مثلي، انظري إلي. وأريا تحترم شخصيته كثيرا وبالفعل اقتنعت بكلامه ونادته باسمه الحقيقي. بعدها مواجهة الأخوان الأعداء، واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة من أقوى الفرسان في الممالك السبع، الجبل والهاوند. لكن قبل ما بدأت المعركة شفنا الجبل يخالف أوامر سيرسي ويقتل كايبرون، اللي صراحة ظهوره القليل بالمسلسل كان أداؤه جدا رهيب وشخصيته ممتازة. مات وهو وفي لسيرسي حتى النهاية. أما أن الجبل يخالف الأوامر، ممكن أنه شاف أن خلاص هذه النهاية وشاف أكبر عدو قدامه، لذلك يبي يقتله بأي طريقة. لكن شفت أنه ما هي منطقية كثير أنه يخالف أوامر سيرسي اللي كان يطيع كل أمر له. لكن على العموم سيرسي غادرت المشهد وبدأ القتال بين الأخوة، اللي كنت أتوقع صراحة قتال يصير ملحمي أكثر من كذا. إخراجيا كان جدا ممتاز، نشوف النيران والتنين يمر من فوق والمكان يهتز، وآخر شيء أنه ضحى بنفسه ومات هو وياه بالنار. لكن كنت أتمنى أني أشوف قتال أفضل وأعمق من كذا، مثل قتال الجبل وأوبرين مرتيل. واحد من أجمل المشاهد صراحة مشهد سيرسي يتمشي في الريد كيب، وهي تمشي فوق الخريطة، خريطة ويستروس، وتسقط الصخور فوقها كأنها تحكي سقوط حكم اللانستر من العظيم تايوين لانستر إلى الملكة سيرسي لانستر. المشهد رائع جدا، والمشاعر من الخوف والحزن ظاهرة على سيرسي اللي الحين تفكر بالنجاة فقط. شعرت بالأمان بعد ما شافت حبيبها وأخوها جيمي لانستر اللي أكثر شخص تثق فيه. وننتقل إلى جون اللي هو يشاهد المدينة وهي تحترق، وكذلك شفنا الولد فاير وهي تنفجر، وأكيد هي موجودة في هذا المكان على أوامر سيرسي. لكن ليش ما انفجرت قبل المعركة؟ هل ما كان في عدد كافي؟ أو إن خطة سيرسي ما نجحت؟ ما ندري صراحة، لكن احنا شفنا إن الولد فاير انفجرت بعد ما أحرقت دينيرس المدينة. على المهم شفنا جون يسحب الجنود الشماليين ويقول لهم يخرجون من المدينة، لأنها فعليا تدمرت، والتواجد حاليا بالمدينة خطر جدا. بعدها ينتقل المشهد إلى آريا اللي كانت مصابة وتحاول النجاة، والنيران من حوله. طبعا المشهد كامل آريا وهي تحاول الهروب والنجاة كان جدا جميل تصويريا وإخراجيا، ويوصل المعاناة للمواطنين اللي ما لهم لا حول ولا قوة. ونشوف حتى الدثراكي ما زالوا يقتلون المواطنين، لأن أصلا هذه طبيعتهم مثل ما ذكرت، هم بالنهاية جنود هماجيين ما يتبعون قواعد الشرف بالقتال والنبل بالمعارك. تويست ومفاجأة إحراق كينجز لاندينج من قبل دينيرس اللي صارت الماد كوين يعتبر واحد من أكبر تويستات في تاريخ جيم ثرونز، وأنا أشوفه منطقي ولايق على شخصية دينيرس. وفي بيلد أب من المواسم الماضية، تلميحات على جنونها وتلميحات على طغيانها، في عدة تلميحات. لكن على سبيل المثال في الموسم السادس ذكرت لتيريان أنها تبي تحرق مدن خليج العبيد، كذلك في الموسم السابع ذكرت أنها تبي تحرق كينجز لاندينج أكثر من مرة. كان في تلميحات كثيرة غيرها، لكن باعتقادي كان المفروض يكون التمهيد أكبر وأعمق من كذا، واعتقد انها راح تكون بالرواية لكن بطريقة مختلفة من كتابة جورج. دينيرس في هذه المعركة ارتكبت مجازر، وانا برأيي ما يكفر عن كل الخطايا اللي ارتكبتها بالمعركة الا موتها. انا اشوف ان شرعيتها سقطت بسبب هذه المعركة قبل لا يبدأ حكمها حتى، ولا يغفر لها ذنوبها الا الموت. انها اصلا ما بدت هذه المجزرة الا بعد ما استسلموا المواطنين اللي كثير اصلا ما لهم اي دور بالمعارك بين العوائل الكبيرة. وننتقل إلى مشهد حزين آخر، نشوف الملكة القوية سيرسي لانستر تترجى أخاها جيمي أن تعيش، وهي في أضعف حالاتها تبي تعيش فقط من أجل ابنها. ودائما الشيء المحترم في شخصية سيرسي أنها مهما فعلت الكثير من الذنوب، وهي فعلت الكثير من الذنوب بالفعل، لكن لها أسبابها، ما تفعلها من أجل الطغيان أو الشر المطلق. أنا عن نفسي أعتقد أن سيرسي تستحق الموت، لكن هذا ما يمنع أنها شخصية عظيمة أضافت المسلسل والرواية شيء كثير وكبير، ونهايته كانت جميلة مع الشخص اللي تحبه، مثل ما ولدوا في هذا العالم مع بعض كانت نهايتهم مع بعض. وآخر مشهد بالحلقة نشوف آريا نجت من الموت والنار والدمار، تشوف حصان أبيض شاحب وهو يمثل الموت. بعد آريا تمتطي الحصان وتغادر المدينة المدمرة كينجز لاندينج، مدينة الملوك اللي بناها إيغون تارجيريان، تدمرت على يد أحد أحفاده الملكة المجنونة ملكة الرماد دينيرس تارجيريان. إلى هنا وصلنا لنهاية المراجعة، أتمنى أنكم استمتعتوا، ونشوفكم على خير في الحلقة الأخيرة إن شاء الله.